بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا مع درس جديد من دروس شرح رواية ورش من طريق الشاطبية، نشرحها من المصحف. وقفنا عند قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. من جاء مد متصل في الإشباع، خير راء مضمومة قبل ياء ساكنة تلقق الراء، من فزع قرأه نافع ب كسر العين بدون تنوين، يومئذ آمنون نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها، آمنون بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة، فهذا بدل مغير بالنقل يومئذ آمنون. طبعا على قصر بدل في آمنون لنا في العارض السكون ثلاثة العارض، لأنه اجتمع بدل وعارض، وعلى توسط البدل التوسط الإشباع في العارض، وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض للسكون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. جاء مد متصل في الإشباع، في النار التقليل قولا واحدا، هل تجزون انتبه إلى اللام حتى لا تدغم في التاء، طبعا انتبه إلى الجيم والزاي لأنه تقارب في هذه الكلمة. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. إنما مد منفصل في الإشباع، طبعا أمرت الراء مرققة للجميع، لجميع القراء. أنا أعبد نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها، أنا أعبد رب في الوقف نقف على الباء من كلمة رب. شيء هذا مد في التوسط والإشباع، أن أكون نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وأن أتلو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. طبعا القرآن بدل لا يمد، فمن اهتدى نبتدئ بكسر الهمزة، اهتدى فإنما يهتدي اختبارا فقط، اهتدى من ذوات الياء فتح وتقليل وجهان. فقل إنما نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. إنما أنا مد منفصل فيه الإشباع ست حركات. المنذرين ننتبه إلى أن الذال مكسورة ليست مفتوحة، ليست المنذرين، هي المنذرين على الفتح في اهتدى لنا في المنذرين ثلاثة العارض، وعلى التقليد في اهتدى لنا في المنذرين التوسط والإشباع. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. سيريكم آياته صلة ميم الجمع، وهو من قبيل المد المنفصل في الإشباع، آياته بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة. طبعا على قصر بدل لنا في تعملون ثلاثة العارض، وعلى توسط البدل التوسط الإشباع في العارض، وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض. طبعا هنا انتهينا من سورة النمل، سنشرع في سورة القصص. طبعا بين السورتين للأزرق له ثلاثة أوجه، له السكت وله الوصل وله البسملة. طبعا طاسين ميم ليست رأس آية عند المدني، لأن هذا المصحف يعتمد العد الكوفي، فالآية الأولى عنده هي في المبين. الكوفيون يعدون طاسين ميم، بينما المدني أو المدنيان لا يعدون طاسين ميم آية، فطاسين ميم تلك آيات، هذه كلها عندهم آية واحدة. طيب نبدأ بوجه السكت بين السورتين. وما ربك بغافل عما تعملون طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين.
هذا وجه السك. طبعا السك يكون بمقدار حركة من غير تنفس. وجه الوصل وما ربك بغاف، طبعا على وجه السكت طبعا آيات نحرر لها أوجه العارض، فعلى قصر البدل ثلاث العارض في مبين، وعلى التوسط البدل التوسط الإشباع في العارض، وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض للسكون. وجه الوصل وما ربك بغافل عما تعملون تلك آيات الكتاب المبين. طبعا ونأتي بأوجه العارض مع البدل. وجه البسملة وما ربك بغافل عما تعملون، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك آيات الكتاب المبين. طبعا إذا أنهينا أوجه السورتين، طبعا إذا ابتدأنا من وقل الحمد لله إلى المبين، فنحرر أوجه العارض في حالة الوصل. إذا قرأنا بالقصر نقرأ بالقصر كذلك في آيات، والمبين لنا فيها طبعا ثلاثة العارض. وكذلك إذا قرأنا بالتوسط في آياته مع آيات في القصص، عليه توسط إشباع في العارض، وعلى إشباع البدل في آياته مع الإشباع في آيات، لنا في المبين الإشباع في العارض. طبعا هذه الأوجه من أراد يعني تطبيقها فليرجع إلى المصحف الأزرق الذي سجلت، فقد قرأت بالأوجه بين السورتين. هذا فقط نظري، التطبيقي تجدونه في المصحف. طبعا طاسين ميم، السين فيها 6 حركات والميم فيها 6 حركات إشباع، فهو من حروف الهجاء. تلك آيات الكتاب المبين، آيات بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة، فعلى قصر البدل ثلاثة الأعارض في المبين، وعلى إشباع البدل الإشباع، وعلى توسط البدل التوسط الإشباع في العارض، وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض للسكون. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. طبعا نبأ نقف بهمزة ساكنة، من نبأ طبعا من أراد أن يقف بالروم فله ذلك، من نبأ موسى من ذوات الياء في فتح وتقليل، وجهان بالحق ننتبه إلى الحاء حتى لا تفخم، يؤمنون يبدل الهمزة خالصة، فعلى الفتح في موسى لنا في يؤمنون 3 أعارض، وعلى التقليل بين بين لنا في يؤمنون التوسط والإشباع. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. على ليس فيها شيء، لا تقرأ بالتقليل، فهي مرسومة هكذا كما ترون بألف ولام من العلو. في الأرض نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. طبعا ننتبه إلى يستضعف، التاء مع الضاد، طائفة وأبناءهم مدان متصلين في الإشباع، كذلك نساءهم مد متصل في الإشباع. طبعا ويستحيي، ننتبه إلى الياءين، الأولى مكسورة والثانية ساكنة، ويستحيي نساءهم إن صلت من الجمع أو من قبيل المد المنفصل في الإشباع. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. طبعا استضعف بضم الهمزة في الأرض، نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها، ونجعلهم أئمة، صلة من الجمع وهو من قبيل المد المنفصل. أئمة من طريق الشاطبي لنا فيها وجه واحد فقط وهو التسهيل بين بين، ويمتنع إبدالها ياء خالصة، ليست من طريق الشاطبية ولا من طريق التيسير. وما ذكر الإمام الشاطبي في الشاطبية من إبدالها
ياء فلا يقرأ من طريق الشاطبية. لأنه قال وأبدل سما وصف وفي النحو أبدل، فمن طريق الشاطبية يقرأ بالإبدالية خالصة. لهذا نكون أنهينا ما في هذا الوجه، والعلم عند الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.